عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: إن للقبر كلاما في كل يوم، يعني كل قبر أو قبر كل فرد احتمالا. أكو هنالك فد حفرة بعيدة، إحنا من يوم أن ولدنا دا نركض باتجاه تلك الحفرة، وكل لحظة تمضي نقترب إلى تلك الحفرة إذا كانت هنالك حفرة. أما إذا أكلنا حوت فتكون تلك هي الحفرة. إن للقبر كلاما في كل يوم يقول: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود، أنا القبر، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران.